بالنسبة للحالة كنت أشتغل أنا وأخي كان يشتغل، وكانت معيشتنا يعني طبيعية، يعني ناكل هالموجود وما نتكبر. أما بالنسبة إذا ما في شغل فالمعيشة راح تكون صعبة وأصعب من ما تكون بسوريا وبهالحالة. الأتراك ساعدونا وساعدونا كثير، يعني احنا جينا بس بلباسنا اللي علينا، ساعدونا والحمد لله، يعني كثر الله خيرهم. بس الواحد وين ما يروح يظل بلده أحسن ويحس حاله غريب. مجد شلون هسه عم يصورون؟ بالنسبة للسوريين يقولون انه الصيف للفقراء والشتاء للأغنياء. تعرف الشجر